يسعد لي مساكم مشاهدينا ومتابعين قناة سامراء الفضائية، ومساء الخير عليكم زميلاتي داخل الاستوديو. مثل ما عودناكم على استطلاعاتنا الجميلة والمهمة، موضوع استطلاعنا لهذا اليوم راح يتحدث حول من هو السند الحقيقي للعائلة، هل هو الولد أم البنت؟ خليكم ويانا نشوف آراء الناس ونرجع لكم. برأيك من هو السند الحقيقي للعائلة، الولد أم البنت ولماذا؟ لا أكيد هو الولد. ليش؟ والله على قولة أهلنا بالحويجي يعني هو الفي اسم العادي إذا ما وقع عليه بس هو أكيد الولد، يعني لأن البنت أكيد مصيرها للزواج، والولد يعني هو اللي يبقى عقاب البنت إذا تزوجت راح تنقطع عن عائلتها. والله هي يعني بصراحة برأيي مرات البنية تكون سند لأبوها أكثر من الولد، يعني أكثر الأولاد اللي يعني العاق تلقى ولد عاق وتلقى ولد يعني هو، فتلقى البنت هي اللي تصير سند له، مع العلم هي متزوجة وخارجة، فتجي تلقاها الولد تلقاه طالع وتلقاه ما مهتم حيل، تلقاه بس هي تبقى بالتربية وتبقى الأب شو مسوي للوالدة. ايه بس على العموم هو الولد، يعني بالعرف العشائري والماشي الولد. والله الولد. ليش شنو السبب؟ البنت راح تتزوج الولد يبقى، يعني يبقى ويشيل اسم الاب ويشيل اسم العائله. يعني من ناحيه يشيل الاسم، لو من ناحيه انه سند لك يبقى سند هو الولد، يعني احنا يمنا بالحويجه محافظه كركوك قضاء الحويجه الولد. طبعا الولد رب الاسره. هي البنية يعني من توقع بضيق من تنتج، يعني من تنتجي تنتج على رب الأسرة اللي هو الولد، فأكيد الولد هو السند. وصلنا لنهاية استطلاعنا لهذا اليوم وشفنا آراء الناس حول الموضوع، هذه عودة لكم زميلاتي داخل الاستوديو.